بسم الله الرحمن الرحيم. في شرم الشيخ انعقد المؤتمر الوطني الأول للشباب، ابدع انطلق. 3000 شاب جاءوا من أنحاء مصر، وعدد كبير من النواب والشخصيات العامة وكبار المسؤولين والوزراء، وأيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء. البرنامج والأبحاث والحوارات والندوات رأيتموها وشاهدتموها بشكل مباشر. رئيس الجمهورية حضر الكثير من هذه اللقاءات وجلس مستمعا لكل الحوارات مهما احتدت أو مهما كانت صادمة في بعض الأحيان. أنا مش هتكلم عن كل ده لأن كل ده زي ما أقول لكم استهلك إعلاميا، لكن في جدل آخر على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين فريقين. احنا شفنا بعض الوجوه اللي راحت واللي كانت مرفوضة في الفترة الماضية ومحل انتقاد كثيرين ممن هم محسوبون على الصف الوطني المدافع عن ثوابت الدولة المصرية والرافض لتشكيك في كل شيء، والذي يرى أن لغة الحوار يجب أن تكون لغة ملتزمة بالقواعد المهنية والإخلاقية. فكان الفريقين دول موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي. الفريق الأول بيقول ويعني ما ندعيهم، ده الدولة دعتهم عشان تحتويهم، والدولة دعت هذه الوجوه سواء كانت إعلامية أو سياسية، قالت ما قالت في فترات سابقة، وإنما جاءت بهم عشان تقول لهم مهما احتديتوا أنتوا أيضا أبناء مصر. وفي نفس الوقت عارفين أن ده قد يحدث انقساما في صف هذه المجموعات التي تبدو أكثر تشددا. صحيح أن بعض من وجهت لهم الدعاوي سخروا منها وكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي لا يشرفنا أن نحضر مؤتمرا كذلك، وربما يكون ذلك أثار حنق الآخرين، ولكن تم دعوة عدد من الشخصيات اللي كانت في الفترة الماضية في خندق آخر. الحاجة التالتة قال لك هاتهم وكشفهم قدام الرأي العام، شوفهم هيقولوا ايه. والحقيقة احنا شفنا ان جميعهم خطابهم محصور في اطار معين، وان اقصى كلمة قالوها او قالها احدهم انه حبس الصحفيين ما بتعملوش الا 3 دول من الدول المستبدة و الدول الدكتاتورية، مع انه يعرف تماما ان فيش حاجة اسمها حبس في الصحفيين. الحبس فقط في قضايا سب الاعراض. ومع ذلك مشيت الامور. ده فريق يدعم ويؤيد هذه الفكرة حتى وان كان لي بعض الملاحظات. الفريق الثاني بيقول لا، ده الدولة جابتهم وادتهم اكتر من حقهم. ده الدولة جابتهم وركبتهم على الكل، وشفنا ناس بتدير جلسات منهم أو موجودة على المنصة بشكل لم يكن متوقع، وأثار استهجان كثيرين حتى من بعض الحاضرين في المؤتمر. وبيقولوا إن ده تأكيد على النظرية اللي بتقول هاجم هيقربوك، أيد هيبعدوك.